واش الحمر لاباس ول يا خو قلتوا لنا سيدي راح تدخلوا للبريكس بريك وليتوا ضحكه سبع سبع اش قالوا عليكم جميع المشاهير اش قالوا عليكم وليتوا ضحكه الكره الارضيه كتضحك عليكم كمل كمل تشوف السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد أين أنتم يا كراغلة؟ أصبحتم أضحوكة بسبب رفض البريكس ولا كل شيء كيضحك عليكم العالم كله كيضحك عليكم عرفتي واحد الثقة في النفس باش كانوا كيهضروا الرئيس ديالهم البريكس واحد الحاجة اللي ضرورية للجزائر وحنا قادرين وحنا كنطمحوا ومشى للروس قال لهم عجلوا عجلوا قبلونا دغيا مشى للصين كيقول لهم عفاكم قبلونا دغيا البلاير اللي بغيتوها هما مشى لجنوب إفريقيا مشى وفي الأخير كاين والو خرج واحد جزائري قال لي هادشي اللي بغيتو انتوما ضحكتو علينا المراركه جيران السوء والله الا هكا قال لهم قال لهم جيران السوء ضحكتوهم علينا على بركه الله نشوفوا لي فيديو اللي صيفطتو لنا اولا عاد ندوزوا للضحك على الكراغله على بركه الله اول فيديو واكرك يا بطار طواليت ما عندكش طواليت تخرى برا تخرى ورا الطوموبيلات تاع الناس وباغي تدخل البريكس على هذيك ساعه ساعه نمي نلقى واحد خارج حدا الطوموبيل وانا وكيدا دير ما عندهمش طواليط صح ما كنتش فاهم وشكون هذا مشكون كنت نروح نقاري ورا الولايه تاع قسنطينه قداه من مره يا خاوتي نلقى الطوموبيل وراها خاريه يلا هذا الشعب هذا هذو اللي بغاو يدخلوا للبريكس منهم تأكدت الآن أن الشرطة اللي توقف في ساحة لابراش في قسنطينة هما اللي خراو في البارك ورا الولاية البوليس ديالهم اللي ما مساكنة شنو كيبقاو تما نهار كامل ما عندهمش فين يدوزوا على بر اش غادير اللي خراو في البارك ورا الطوموبيلات شرطة الذل وشرطة الرخص دي شكاير معاكم انا ما يشري شكارة شري شكارة جيب معاك سطل تخرى لي ورا الطوموبيل انايا الريحة تقتل الريحة دير لك دير لك دير لي دير لك التوفيس زب التوفيس اللي عندي بزاف دير لك التوفيس دير التوفيس هذا على بالك هذاك التوفيس يضرب بالعشر ايام وانت في الفراشة التوفيس يمكن هو الكافور علاش كنقولوا حنا الكافور ما عرفتش المهم ندوزوا الفيديو اخر التوفيس طبعا كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال أن 2023 هذا العام سيكون متوجا بدخول الجزائر إلى مجموعة البريكس قال لهم غادي ندخلوا للبريكس هذا العام ومسكين حتى شي إنجاز ما داروا ما دخل البريكس محل مشكل الحليب محل أزمة الطوابير على السميد والزيت وهذا محل الازمه ديال الماء اللي كيتقطع محل الازمه ديال الضو اللي كتقطع ما دار حتى لعبه في الولايه دي ربع سنين ما دار فيها والو قال في لقاء صحفي سابق ان سنه 2023 ستتوج بدخول الجزائر الى منظمه بريكس بكل ثقه في النفس قال لهم غادي ندخلوا صحه وهو ما يتطلب مواصله الجهود في مجال الاستثمار والتنميه الاقتصاديه والبشريه من جهه والانتقال الى مستويات اعلى في التصدير من جهة أخرى اللي سمعت التصدير يقولوا راك ما عرفتش كيصنعوا ما عرفتش كينتجوا الغاز راه تحت الأرض الله اللي عطاها لكم ولا اللي ما عرفتش كيفاش تستغلوا ماشي أنتم ولا اش عطاها الله عطاها الدول الأوروبية اللي كتستافد منه مجانا الطليان فرنسا وغيرهم الكثير فأيضا كان هذا الإعلان مفار نقاش كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي البعض يطرح سؤال ويقول هل استوفت الجزائر الشروط حتى تلتحق بالبريكس؟ هذا سؤال طبيعي ومشروع ومطروح حتى هنا في الجزائر ولكن البعض كان يطرح السؤال بصورة سلبية فيقول بأن الجزائر أو يطرح الجواب قبل السؤال يقول بأن الجزائر لم تستوفي هذه الشروط والبريكس ليس منظمة سهلة هي منظمة موازية كما يقول المتابعون لمجموعة السبعة الكبار التي تقودها الولايات المتحدة البريكس هي 41% من سكان العالم البريكس هي 40% من مساحة العالم البريكس هي 24% انتم تسنوا إلى درت زيمبابوي وبوتسوانا شي منظمة تخلوا معهم وإلى جينا شو بدي لقوا بوتسوانا والزيمبابوي راح أحسن منكم بألاف
الدرجة. من الاقتصاد العالمي، والبريكس هي 16% من التجارة العالمية. كاين دول ترشحت رسميا وتقدمت بطلب، منها الجزائر، وكاين دول تريد حتى أن تتقدم بطلب، يعني مجرد النية. انتم دخلتوا النية ديالنا. شوف شوف الفرق بين بين الجزائر ومصر. الجزائر دابا نوضات العجاجة في العالم، البريكس 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 البريكس، فالتالي ما دخلتش. مصر بسكات، ما سمعناش مصر. سمعتوا مصر قالت غادي نتقدم للبريكس، سمعتوا الامارات قالتها، سمعتوا السعوديه قالتها، بسكات المصريين بسكات. دق 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 طاق دخلوا. الناس اللي عارفين اللي يخدموا والكراغلة استفدوا استفدوا. ندوزوا لفيديو اخر. مشاهدي قناه حماده الفراح، شو القال القنوات ديالهم، شو قال القنوات ديالهم كي دايره، ما تعرفوا واش. المهم سير، ما غاديش نبغيش نقولها. مشاهدي قناه حماده الفراح التوعويه، والله الجزائر ستدخل للمنظمه الاقتصاديه، منظمه بريكس. بريكس هذا بالبيباش قال. الكراغله والعالم العلامه ديال الصله، واش لقى على راسه؟ راه ما كاينش لقوز الناس على راسهم هكاك استاذ، وكيهضروا كيشوف لتحت. اجلا ام عاجلا، يعني ستدخل ستدخل. غادي تدخل تدخل وقتاش الله اعلم. لا يدخل بريكس. ضحكت عليكم العالم. الصحفي لرؤساء مجموعه بريكس تقدم فيه في البدايه بدخل بريكس باش افريقي باش بيدخل باش نيشان باش والله باش بالطوابير ولا بالجوع والنوع ولا بالغاز اللي ما كاينش. لا حول ولا قوه الا بالله. تبون دار اخطاء كبيره فادحه لابن مزيان. رجل اعمال جزائري بسبب تصريحات تبون سندفع الثمن غاليا. قلت لهم عده مرات ما تخلوش تبون يهضر. كل قلت لهم عده مرات ما تخلوش تبون يهضر، سدوا لي فمو. راه مسكين راه غير كيضرب لاجي يضرب لاجي. هو يهضر فرفاره هذا تبون، يهضر فرفاره منيش عاد تخلوه يبدا يهضر، يبدا غير يطرش. دابا وقعد في قهوه تبون، الجزائر ماشي رزقك. اخيرا جزائري كيشوف الحقيقه، قال لي تبون بحال اللي جالس في قهوه. الله عاود عليكم ما نسمع. فارا هذا تبون هذا تخلوه يبدا يهضر، يبدا غير يطرش. دابا وقعد في قهوه تبون، الجزائر ماشي رزقك. وما تهضرش كي راك في دارك نيشان، لان كلامك رئيس جمهوريه راه مسؤول نيشان، وكي تهضر برا راه دبلوماسيه. اخيرا الجزائري بعقله، اخيرا الجزائري كيقول الصراحه. برافو عليك، تحياتي من هذا المنبر. انت دابا بنتي ليا بعقلك، ما تخليوش تبون يهضر. قال لك بحال اللي كيهضر في شي قهوه، وكيهضر بحال اللي الجزائر ديالو ملك ديالو، فهمتي؟ والله اللي شديته والله. لا ماشي هكاك، ماشي بداك الاسلوب. تبون استفد استفد. اخر خطا داروا تبون، وتكلموا معايا عده ناس، وقلت لهم راح يكلف الجزائر ضربه قويه في المستقبل، في المستقبل القريب مش البعيد، قريب. الاعلان تاعو اللي داروا في روسيا، اول حاجه استقبال رئيس الجمهوريه في زياره رسميه تما عوره فاش مشى للروس لروسيا، يستقبلوا وزير فلاحه، هذه غير مقبوله. وزير الفلاحه اللي عرضوا له قالوا لي سر هذا كيبان فيه فلاح. هذاك راه شوف وزير الفلاحه وكطلع الفلاحه في الجزائر، لا علاقه لا علاقة، ما كاين تجوالو، ما قدروش يوفروا غير 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 الاحتياجات ديال الشعب ديالو. لو كان جات الدولة دولة والرجال واقفين، يعاود يطلع في الطيارة تاعه ويرجع. عندي عبد العزيز بوتفليقة كنزل الاسكالو يعاودوا يطلع. مانيش عارف، ولكن احتراما للسيادة الدولة الجزائرية. لأن الدولة ماهيش رزقنا. إيه بيان سور، ما يحمدوا عليها. هنا صورة الجزائر. رئيس يستقبله وزير فلاحة، أنا عبد الضعيف يوسف بعجة، ما نقبلهاش روحي، مانيش رئيس مانيش وزير، ويستقبلني يقبل يستقبلني وزير فلاحة ما نقبلهاش. كيفاش رئيس في زيارة رسمية لروسيا يستقبله وزير الفلاحة واحد ما هضر؟ هذه واحدة، لأن الإعلام كاع حاكمين هما، ينفخوا غير في العجلات كما كانوا يديروا جماعة السيارات. ثاني حاجة قال لهم لازم نلقوا بديل للعمله دولار. لطيف.
هذه الناس اللي ما الناس اللي يعرفوه سمعوها زيتي شوكي، الناس اللي ما يفهموش الاقتصاد بانت لهم عادي تبون غادي يحارب الدولار. كتعرف باللي الدولار ان امريكا قادر تحرك النووي على جنب، هل تعلم هذا الشيء ولا ما بالك؟ عملة الدولار لو كان دخل فيها يضربونا بالنووي. انت تروح لروسيا اول حاجة وقت حرب والعداء الغرب كله ضد روسيا، انت تروح توري شطارتك باللي انت راك مع روسيا، بعدها قعد بلد محايد قعد من بعيد. نيشان هذه هي الدبلوماسيه، ولكن راكم جايبينه من التيرسي من القهوه ديال التيرسي، اش غدير معاه؟ حاول روسيا وعاون امريكا وسايس هذا وسايس هذا، بصح قعد سياستنا محايده احنا لوجيستيك ما عندناش اقتصاد سليم، ما عندنا والو، اون ديبون توجور دو لامبورطاسيون. ايش اول مره كنشوف جزائري كيهضر بالعقل وبعقله. السلام عليكم. وقال الصراحه نقول نكونوا واقعيين. دوزوا الفيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. حداد ديك الوقت فاش قالوا اليوم ما دخلتوش للبريكس تفاوضوا بكري. مشاهدين الكرام مستمعينا الكرام في قناة الجزائر الدولية، تلقينا منذ قليل بيانا صادرا من رئاسة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وجاء في هذا البيان الموجه للرأي العام الوطني الجزائري والدولي إن الجزائر قد تلقت بصدمة بالغة وحزن شديد وألم بالغ وصل حد العظام أن الجزائر لم تقبل في منظمة البريكس، وبهذا المصاب الجلل تعلن رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصوت هذا اللي قدني علم الحداد لمدة عام جراء هذا المصاب الجلل. وعليها ينوه فخامة رئيس الجمهورية أنه قام بكل اللازم، فقد طلبنا الحماية من الروس وقبلنا الأيادي في الصين ولم نقبل في البريكس، وتوجهنا ببالغ التسول لجنوب إفريقيا رغم ذلك، كما وجهنا رأسا إلى مؤازرة وتنويه بالبرازيليين، كما قمنا بعبادة البقر للهنديين، إلا أن كل هذه الجهود التي بذلها فخامته لم تصل بنا إلى القبول في منظمة البريكس التي كنا قد وجهنا الجزائريين بأنهم سيدخلون لها دخول الفاتحين، إلا أنه قد تم طردنا بها من خلال ركل مؤخرة التبون. الله يلارك له بالله. دوز الفيديو آخر. البريكس ياك وليتوا ضحكة، العالم كله كيضحك عليكم، والله إلا ضحكتوا فيكم الكرة الأرضية. واش الحمر لاباس ول يا خو قلتوا لنا سيدي راح تدخلوا للبريكس وليتوا ضحكة. سمع سمع اش قالوا عليكم جميع المشاهير، اش قالوا عليكم وليتوا ضحكة، الكرة الأرضية كتضحك عليكم. كمل كمل تشوف. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. لك بيدخل بريكس هاد المرة إن شاء الله ندخلوا مباشرة. بواش بواش تدخل للبريكس؟ الروز والعدس بيه بزق انت حاصل في رب العدس. غلطوا غلطوا، فهي دفع المنظمة البركوكس، دفع المنظمة البريكس. بركوكس البركوكس 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 بالحليب ولي حزب دام. احنا ما عندنا ما نديرو بالبريكس، بلا بريكس بلا بطيخ، انت ما تصلحش حتى في النوتفليكس. نوتفليكس قال افلام صدقني ما يقبلوا. ايوا راه غير كيديروا لك خاطرك عبد المجيد. داكور داكور يعني دخول الجزائر الى منظمه البريكس تقريبا اصبح امر محسوم وامر منتهي. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. اي شد روحك مليح. لقد قررنا دعوه جمهوريه الارجنتين والله الا وليتوا ضحكه يا الكراغله، اصبحتم اضحوكه العالم. عندي ما ندير لك، كلشي كيضحك عليكم. اخوان وصلنا اخر الفيديو، تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم.